أن تضبط إيقاع المعركة كي لا يكون هنالك توسيع للعملية في المنطقة، ولكن في نفس الوقت تريد أن تدير الإعلام أو صورة الولايات المتحدة وصورة إسرائيل، فهي تسعى لأن تظهر بأنها الوسيط الذي يحاول أن يوفق بين الأطراف وأن يسهل عملية تبادل الأسرى. للأسف يبدو أن الولايات المتحدة تنتظر من إسرائيل أن تحقق نجاحا معينا على الأرض قبل أن تعطي أو تضغط بشكل حقيقي لوقف إطلاق النار أو هدنة جديدة نعم، لتبادل الأسرى. وهل تتوقع واشنطن أن تحقق إسرائيل نجاحا على الأرض وهي التي لم تحقق أهدافها المرجوة خلال أكثر من 60 يوما من القصف على قطاع غزة؟ يبدو كذلك، يبدو أن التدخل الأمريكي والمشاركة المباشرة في التخطيط وفي على الأقل معرفة ما هي الخطط وإبداء الرأي، بالإضافة إلى توسيع أو زيادة القطع الحربية في المنطقة لردع أي عمليات من وكلاء إيران، فيبدو أن الولايات المتحدة الآن تشعر أن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لديه فكرة أفضل لما يمكن تحقيقه، فيبدو أن لديها أمل أن تحقق بعض النجاح. طيب، زيارة بلينكن الأخيرة للمنطقة ركزت على كيفية إحلال سلام دائم وشامل بين إسرائيل وغزة. متى وكيف يمكن أن يتم ذلك ويتحقق سيد نزار؟ من حيث المبدأ يمكن أن يتحقق إذا حصلت المقاومة وحماس تحديداً على الحد الأدنى من المطالب، على الأغلب هي مسألة طبعاً تبييض السجون، ولكن أيضاً فك الحصار أو على الأقل تخفيفه لدرجة لتكون الحياة في غزة أفضل وأمكن. ولكن في أرض الواقع الدمار في غزة كبير لدرجة أن قدرة الناس على العودة للحياة هناك من غير مستشفيات، من غير ماء، من غير يعني بنية تحتية أساسية سوف يكون صعبا جدا.